غريب عن اذنكم. عاش 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 يا ولد، عاش عاش، يلا يلا يلا، عاش عاش يلا. عايز احمد رائد من المقطم، وجاي النهارده اجري مع كاير رانرز هنا في الشيخ زايد عشان اشاركهم في الاحتفاليه النهارده مع عشان مستشفى اورامي سرطان الشيخ زايد، فجاي اشارك في حاجه زي كده، حاجه هتكون يعني كويسه ان احنا نساعد ناس وكده يعني. طيب يا جماعه، المركز الاول مريم الهامي، مركز تاني مريم، مركز ثالث ليزا، طيب ودلوقتي المركز الثالث يستلم هديتها. ليز ليزا and the second place مريم. مريم الهامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. نحتفل اليوم بالعيد القومي لمدينة الشيخ زايد بمرور 20 عاما على إنشائها. كل عام وحضراتكم بخير.